جسدي هب فتاك يا بني داك في ممي وبدمي هواك ترم ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا تشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. اولا كنشكركم على الحضور. اليوم كاينه الجوله الاولى من البطوله الجهويه لعصبه الشمال للصيد الرياضي الشاطئي. حنا كنتواجدوا بالشاطئ البلدي. النهار مزيون الحمد لله، لي كونديسيون ديال البحر مزيانين. هاد الجوله كتشارك فيها 8 ديال هاد الجمعيات اللي هما منضوين تحت لواء العصبه. كيشاركوا بالواقع ديال 4 ديال لي بينو من كل هاد الجمعيه، يعني في المجموع 64 متسابق اللي كيتنافسوا على هاد البطوله ديال العصبه اللي غيكونوا فيها 4 ديال هاد الجولات. هذه الجوله الاولى هنايا. الجوله الثانيه غادي تكون في شاطئ سيدي عبد السلام التابع للقياده ديال هاد ازلا. الجوله الثالثه غتكون شاطئ العرائش، والجوله الختاميه غادي تكون بالعمله ديال الشفشاون. بالفعل اليوم كتتواجد معنا يعني كيتجسد العنصر النسوي في اللجنه ديال التحكيم. هذه واحد الحكمه هي منخرطه جديده بالجمعيه ديال التطاون اللي هو الصيد الشاطئي، واختارت الجمعيه ديال التطاون لان كما عارفين الحكام كيتشكلوا من الجمعيات. الجمعيه ديال التطاون عملت هذه المبادره وعطتنا هذه الحكمه اللي هي حكمه جيده الاخت جيهان، اللي هي نشطانا انها غادي تؤدي هاد المهمه، وان شاء الله في مستقبلا باقي غادي يكونوا حكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اب الى معروف رئيس جمعيه نور الصيد والقصبه من مدينه العرائش، هذه المشاركه ديالنا الاولى ان شاء الله مع العصبه الشمال في شاطئ البلدي بمدينة طنجة، والحمد لله هذا نهار كبير. الحمد لله تنتلاقاو مع الأصدقاء وتنصل صلة الرحيم ونطلبوا التوفيق للجميع وشكرا. معكم أسامة العمراني مخرج جمعية تنجيس للصيد الرياضي، اليوم كنتواجدوا في شاطئ بلدي لطنجة في إطار مسابقة داخلة في عصبة الشمال للصيد الرياضي. ايوا اش غنقول لك، جبرتونا اليوم كنتواجدوا ضمن 64 كونديدا اللي كاين 32 بينهم، كاينين 8 ديال الجمعيات على هذا مستوى الجهه، وان شاء الله نتمنوا نحققوا شي حصيله مزيانه وحد موفق للجميع ان شاء الله. بارك الله. السلام عليكم، فريد العالمي رئيس نادي القصر الكبير للصيد الرياضي. الحمد لله اليوم وفقنا الله سبحانه وتعالى، توجد بالمرتبه الاولى في البطوله ديال العصبه. ان شاء الله باقي 3 ديال الجولات، نتمنى الله التوفيق. الحمد لله كانت اجواء اليوم رياضيه والجو ساعدنا وكل شيء داز بخير وعلى خير، وكنشكروا العصبه مكتب وجميع المنظمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.